قوة أي جريمة بتكون في غموض تفاصيلها، وده اللي دايما بيتحداني. واسمحولي أخدكم معايا نحقق في الجريمة. أهلا بيكم في العالم بتاعي، عالم يوسف الكردي. حسيت إنها ارتبكت فجأة، قلت لها أنا عايز أعرف كل حاجة تعرفيها عن الصندوق ده. قالت لي الصندوق ده نعمة ما كانتش بتتكلم عنه كتير، بس في يوم أصريت إن أعرف إيه الحكاية بتاعته. وساعتها نعمة قالت لي إن هي وأربعة تاني دخلوا على فيلا بتاعت واحد اسمه أحمد عبد العظيم، كان صديق واحد منهم، وأحمد ده كان من أسرة غنية جدا وكان بسيط وتلقائي، فقال كلام لصديقه ده تقريبا له علاقة بالمكان اللي بيشيل فيه أسرته الفلوس، أو له علاقة بحاجة مهمة، بس والله ما أعرف إيه هي بالظبط. قلت لها كملي. قالت لي كل اللي أعرفه إنه نعمة واللي معاها خدوا حاجات وقسموها، واللي في الصندوق ده كان نصيب نعمة. ولقيتها بتقول لي بس عمري ما شفت الصندوق ده مفتوح، ونعمة كانت محافظة عليه جدا. وبصت لها كده وقلت لها تعتقد يا هبة ان اللي في الصندوق ممكن يكون سبب فات لنعمة؟ بان عليها ان هي بتحاول تفكر، بس لقيتها بتقول لي لا او مش عارفة. هو انا كنت حاسة ان الصندوق ده فيه حاجة مهمة، بس بصراحة ما اعتقدش. وسكتت لحظات كده وقالت لي بص، هو انا في مرة جه على بالي ان نعمة ماسكة زلة على حد جوه الصندوق ده، واعتقد ان هو حد مهم في البلد، بس بصراحة ده تخميني انا ومعرفش اذا كان صح ولا لا. قلت لها طيب ياريت بقى افهم هو ايه اللي جاب في دماغك التخمين ده. قالت لي شخصية نعمة، ودايما كنت بحس ان نعمة مسنودة، حتى في قراراتها في البنك كانت بتتحدى اي حد وبقوة وجراءة جدا، ومش انا بس اللي كنت بحس ان هي مسنودة، بس انا كنت عارفة انه اسرتها ما كانش فيها حد مهم، فخمنت ان هي ممكن تكون ماسكة زلة على حد. قلت لها هو ده وارد، وارد جدا، وبرضه وارد ان ما يكونش فيه اصلا احمد عبد العظيم، وان الصندوق ده يكون فيه شرايط نعمة مصوراها للي هي نامت معاهم. لقيتها بصت لي كده وقالت لي انا عارفة ان نعمة كانت بتصورني، وده كان السبب الحقيقي ان احنا انفصلنا، بس صدقني مش انا اللي قتلتها. قلت لها يعني فكرة ان هي داست عليكي شوية في العلاقة دي مش صحيحة. لقيتها بتبص لي كده وبتقول لي ايوه مش صحيحة. قلت لها طيب ياريت بقى اعرف الصراحة من الكذب في اللي انت قلتيه. قالت لي كل اللي انا قلته لك كان صح ما عدا جزء واحد. قلت لها ايه؟ احنا ما انفصلناش بسبب ان هي طلبت مني حاجات صعبة، لان اساسا علاقتنا كانت قايمة على الاساس ده. قلت لها تمام. قالت لي احنا انفصلنا لما انا اكتشفت ان هي بتصور. قلت لها تمام. قالت لي انا ساعتها عملت رد فعل كانت اميرة هي اللي وزاني عليه. قلت لها صاحبتكم التالتة. تمام، ايه بقى رد الفعل؟ قالت لي حطت لها قرصين هلاوس في العصير وصورتها انا كمان في اوضاع في قمة القذارة، وعملت فيها بالظبط اللي هي كانت بتعمله معايا ويمكن اكتر شوية. طبعا لما هي فاقت وحست باللي انا عملته فيها طردتني بعنف جدا، ومن ساعتها وهي بقت ما بتطقش اسمي، وده السبب الحقيقي اللي خلانا ننفصل. قلت لها يعني انت عايزة تقوليلي ان انت عملت كده واميرة هي اللي وزتك انك تعملي ده، ويتهيألي انك عارفة ان انا عشان اصدقك لازم اشوف الفيديو ده. لقيتها بتحرك ايديها بتقل شديد جدا، بتحطها جوه شنطتها، بتخرج التليفون، بس كان جوه عينيها ندم وكسرة. ادركت ان هي مكنتش عايزة ان الامور توصل للدرجة دي، وكان كافية اول 10 ثواني من الفيديو ان انا اتأكد ان كلامها كان صح. قفلت الفيديو وقلت لها على فكرة انا اتأكدت ان انت مالكيش دعوة باي حاجة حصلت لنعمة صاحبتك، كل اللي دار بيني وبينك كأنه ما تقلش. لقيتها ابتدت تشم نفسها كده وتقول لي الله يسترك، الله يبارك لك، انت مش متخيل انا كنت مرعوبة قد ايه. قلت لها ما تخافيش، على فكرة انا مش دوري ان انا افضح حد، بس لو عندك اي معلومة ينفع تفيدنا في ان احنا نجيب حق صاحبتك يا ريت تقولها لي. بصتي وقالت لي بص، هو شخصية نعمة كانت تجذب الناس انها تعديها، بس هي من جوه غلبانة وطفلة قوي. قلت لها طيب زي مين ممكن يعديها؟ مين ممكن العداء يوصل معاه للدرجة اللي احنا شفناها دي؟ لقيتها بتقول لي بصراحة في كتير، بس محدش فيهم هيوصل معاه الدرجة انه يقتلها. قلت لها طيب
اتفضلي انت دلوقتي، ولو افتكرتي اي حاجة اكون سعيد ان انت تيجي وتبلغيها لي. وطلعت ودخل احمد وقال لي ايه اللي في دماغك طلع صح؟ بصيت له كده وقلت له الفضول قتلك. قال لي انا مستغرب ان انت سايبها تمشي. قلت له ما عندهاش حاجة تانية مفيدة احجزها ليه؟ مش هتفيدني في اي حاجة. قال لي طيب قربنا نعرف مين هو اللي عمل كده؟ قلت له لا، التحقيق ده بالذات محتاج ياخد وقته، المجني عليها حياتها مليانة وفي كذا خيط ومحتاجين ان احنا نمشي وراهم كلهم عشان نقدر نوصل للكان الحقيقي. لقيته بص لي كده وقال لي دي شكل القضية دي مطولة معانا. قلت له شكلها كده. على فكرة المجني عليها في الغالب كان ليها علاقات جنسية عالطاير، في الاغلب هتكون العلاقات دي مع ستات. بستبعد المعلومة دي لان الخيط ده ما مش مفيد لينا ومش هيوصلنا لأي حاجة، لان من تحليلي للطريقة اللي كان واقف بيها الجاني ساعة ارتكاب الجريمة، ده مش جسم ست، ده جسم راجل، فالمعلومة دي ملهاش اي لازمة والاحسن انها ما تتذكرش اصلا في التحقيق. لقيته بيقول لي تمام انا فاهمه، بس انا عندي معلومة مفيدة او ممكن تكون مفيدة. قلت له ايه؟ قال لي انهم لقوا تحت الدرج بتاع المكتب بتاع نعمة في البنك في كاميرا صغيرة. ضحكت كده وقلت له طبعا انت معجب بالمعلومة دي وبالذات ان رجلين نعمة كانت حلوة. فضل يضحك. قلت له بص يا احمد، هي فعلا معلومة مهمة والمحتوى اللي على الكاميرا دي برضو مهم ومهم جدا، وياريت تجيبه لي هنا لاني عايز اشوفه بنفسي. لقيته بيقول لي انا توقعت كده برضو، وعشان كده هو معايا على اللابتوب ده وفتح الفيديوهات المتسجلة على الكاميرا دي واللي كانت في الغالب مش متوجهة ناحية رجلين نعمة، بالعكس دي كانت متوجهة ناحية رجلين العملاء اللي بيقعدوا مع نعمة واللي كانوا في الأغلب ستات. واللي واضح ان نعمة كانت بتطلب ان هم يتحركوا بالكرسي لقدام الكاميرا بالظبط، وده بيديها زاوية تصوير افضل. ولقيت احمد بيقول لي هي ليه ممكن تكون بتعمل كده؟ قلت له النفس البشرية معقدة لدرجة لو فضلت عمرك كله تفكر فيها عمرك ما هتقدر تفهمها ولا تفهم حتى تصرفات. قال لي يعني احنا حتى ما نقدرش نخمن هي ليه كانت بتعمل كده؟ يعني كانت مثلا بتختار ضحاياها كنوع من الشهوة او بتعمل بس مباشر لحد؟ ابتسمت كده وقلت له التلات احتمالات وردي، ان هي فعلا تكون بتختار ضحاياها عن طريق الفيديوهات دي وارد، وكمان وارد ان هي تكون بتعمل ده كنوع من شهوة التجسس، وخاصة ان زاوية التصوير مركزة على الجزء اللي بين رجلين اللي قاعد. والاحتمال التالت احتمال قوي برضه، ان هي فعلا تكون بتعمل ده عشان ترضي حد. بس التلات احتمالات دول مش هما كل الاحتمالات. لقيته بيبصلي كده وبيقول لي ازاي يعني؟ قلت له بسبب الفيديوهات انت افترضت ان نعمة هي اللي حاطة الكاميرا دي صح؟ بس ما افترضتش ان حد هو اللي بيصور نعمة. قال لي بس ما فيش ولا فيديو هنا متسجل لنعمة. قلت له في دي عندك حق، بس ده ما يمنعش ان يكون هدف الفيديوهات دي مش بس جنسي. لقيته بيقول لي امال ايه؟ قلت له وليه ما يكونش الهدف ان يتجسس على نعمة وضرب عصفورين بحجر، من ناحية يتجسس عليها ومن ناحية يرضي شهوته؟ خد بالك ان الكاميرا دي فيها مايك، يعني الشخص اللي اختارها كان عايز يسمع صوت وصورة، غير ان اللي ركب الكاميرا دي اختار ان اللي تسجله يتحفظ على كارت ما يكونش فيه موجات ارسال. وده يخليني اشك ان اللي عمل كده حد عارف نعمة كويس جدا وعارف ان هي ذكية وان هي شكاكة، ولو حس باي موجة في الارسال هتقلب الدنيا، وهو كان حريص انها ما تحسش بحاجة. قال لي طيب انت شايف مين ممكن يكون اللي عمل كده؟ قلت له 100% حد من البنك، واكيد الحد ده بيحاول ينافس نعمة او متغاظ منها وعايز يلبسها بمصيبة. بس بما انه مهتم قوي برجلين العملاء فاعتقد ان احنا نفترض انه عايز ينافسها، بس مش ينافسها في الشغل، لا ده بينافسها في العالم التاني. قال لي يعني انت شاكك انه في حد كان حاسس بميول نعمة؟ قلت له لا، هو ما كانش حاسس بميول، لكن كان عارف ان نعمة بتعرف تنقي الستات اللي على ذوقه. هو بيحط الكاميرا دي بيختار الست، لما بيسمع الصوت بيعرف يحدد كويس قوي اذا كانت الست دي هتتناسب مع ميوله ولا لا. لقيت احمد بيبصلي كده بيقول لي مش فاهمك. قلت له بذمتك يا احمد في راجل طبيعي هيبقى مركز مع الرجلين بالدرجه دي برضه؟ قال لي لا. قلت له لان اللي حط الكاميرا دي مش طبيعي، ده مريض وفي الغالب هو ماسوشي وخلى الكاميرا بصوت عشان يعرف يختار الست القويه اللي رجليها تعجبه فيبقى خاضع ليها، وفي الغالب الشخص ده هيكون واحد من سلطات البنك
وعنده المشكلة دي، بس ده أكيد برضو ملوش علاقة مباشرة بقتل نعمة، لأن لو هو اللي قتلها كان أول حاجة هيعملها إن يدمر الكاميرا دي. لكن واضح جدا إنه ما عندوش أي دفع للقتل، لأن دفعه الوحيد إن نعمة تكون اكتشفت اللي هو بيعمله وبتهدده. فهمت حاجة؟ قال لي آه. وصلت. قلت له الخيوط اللي انتوا بتجيبوها لي دي مش قوية، لسه لحد دلوقتي مفيش دافع قوي يخلي حد يقتل الست دي غير الصندوق اللي مش موجود. قال لي هو انت اتأكدت ان كان في صندوق اصلا؟ قلت له اه، صاحبتها اكدت لي مواصفات الصندوق، وعايزك تشوف لي واحد اسمه احمد عبد العظيم. الراجل ده الضحية ومعها مجموعة سرقوه، وحسب كلام الضحية لصاحبتها ان الصندوق ده كان جواه نصيبها من السرقة. وصاحبتها قالت لي ان نعمة كانت بتشوط في اي حد في البنك وما كانتش هاممها حد، وده خلاها تشك ان نعمة ممكن تكون ماسكة زلة على حد مهم. فانا عايزك تشوف لي في الادارة العليا للبنك ده اذا كان في حد اسمه احمد عبد العظيم ولا لا، وحاول تدور لي في بيانات العملاء بتاعت البنك اذا كان في حد اصلا موجود واسمه احمد عبد العظيم ولا لا، لان انا واثق ان الشخص ده وراه حل اللغز. قال لي تمام. كنت عايز اقول لك انا جبت اميره بره، تحب ادخلها لك ولا حقق معاها انا؟ قلت له لا يا احمد هاتها، انا عايز اقعد معاها. ودخلت، كانت نفس العمر تقريبا، ست شيك قمحويه صبغه شعرها بالفضي، لابسه قط والتيشيرت مبين 40% من صدرها، ولابسه جيبه تقريبا طولها شبر ونص، ولابسه كعب وماشي اثقى من نفسها قوي. قعدت، قلت لها ان انا عارف ان نعمه وجوزك كان في حاجه ما بينهم، وده طبعا كان سبب ان علاقتكم تنفصل، وعارف انه انت مستغربه احنا ليه استدعناكي اصلا. لقيتها بتبص لي كده بتقول لي بصراحه اه. قلت لها بصي انت اذكى بكتير من انك تكوني مش عارفه. لقيتها بتبص لي كده وبتقول لي مش عارفه ايه بالظبط. قلت لها بص يا أميرة، انتي ونعمة تقريبا كنتوا مع بعض طول حياتكم، هبة هي اللي دخلت عليكم جديد، لكن انتي ونعمة كنتوا طالعين سوا، وانا مش عايز لف ودوران، انا عايز اعرف بالظبط مين هو احمد عبد العظيم. لقيتها ارتبكت وشها اصفر اول ما سمعت، فهمت ان هي لها علاقة بالموضوع. قلت لها انا عارف ان انتوا سرقتوا، عايز اعرف بالظبط ايه اللي خدتوه من عنده ومين هو بالظبط. قالت لي هو ده ايه علاقته بقتل نعمة؟ قلت لها انا شاكك ان نعمة اتقتلت بسبب الصندوق اللي كان معاها. لقيتها اندهشت وكان واضح عليها الخوف. قلت لها هنتكلم ولا؟ قالت لي دكتور احمد كان دكتور مشهور، كان اخصائي امراض نساء، كان عبقري، غير انه كان موز، كان ليه اسلوب بيعرف يوقع اي واحدة بيه. قلت لها تمام. قالت لي احنا سرقنا بيته، في اللي خد فلوس وانا خدت ذهب، لكن نعمة اخترت الصندوق. قلت لها تمام، ايه بقى اللي كان جوه الصندوق؟ قالت لي الصندوق ده كان فيه كل العلاقات اللي عملها الدكتور، سيديهات كانت مليانة فضائح، سيدات اعمال وستات اجواسهم ناس مهمة جدا، واللي ما عملتش معاه علاقة كان على الاقل مصورها وهي عريانة. دكتور احمد ده ما كانش عاتق حد، وكل سيدي كان كاتب تفاصيل الضحية في ظهره ولازقها بورقة. نعمة لما شافت الصندوق ده قالت ان هي مش عايزة اي حاجة تاني، وان هي عايزة الصندوق ده وبس. قلت لها تمام. قالت لي بعد ما هربنا سألت نعمة انت هتعملي بيه؟ قالت لي ده مغارة علي بابا. وما فهمتش كلمتها دي غير من 8 سنين بالظبط لما تقتل دكتور احمد. قلت لها ايه؟ قالت لي لقوا دكتور احمد متعلق من رقبته في حبل وهو عريان ملط ومقطوع له العضو التناسلي. قلت لها اه افتكر الحادثة دي. قالت لي الحادثة دي كانت بسبب نعمة. قلت لها ازاي؟ قالت لي هي استخدمت سيدي واحد من اللي معاها وهددت بيه حد، واقسم لك انا معرفش ساعتها هي كانت هددت مين. انا كل اللي عرفته لما شفت معاها فلوس سألتها انت جبتيها منين، ولما ضغطت عليها قالت لي ان هي استخدمت كنز علي بابا اللي موجود جوه الصندوق. قلت لها انت قصدك ان نعمة كانت بتبتز الستات اللي موجودة في الفيديوهات دي؟ قالت لي مش هما بس، ده هما واجواسهم وعيالهم، انت مش متخيل الفيديوهات دي كانت لمين، ولا متخيل عدد الفيديوهات. الدكتور ده تقريبا كان بيدخل له 30 واحدة في اليوم. بصت لها كده وقلت لها ازاي؟ قالت لي دكتور احمد كان مركز طبي، كان مشغل اكتر من دكتور عنده، وكلهم ما يعرفوش ان في كاميرات متثبتة في الكراسي، غير طبعا الكاميرات المخفية في مكتبه واللي كان بيمارس الجنس فيه. قلت لها تمام. قالت لي لما انا ونعمة كنا اصحاب حذرتها ان الصندوق ده هيكون سبب في نهايتها، بس هي ما سمعتنيش الله يرحمها بقى. قلت لها
شكرا يا أميرة. ما تخافيش، جريمة السرقة اللي انتوا عملتوها قبل كده مش هتتذكر في التحقيقات. شكرا على اللي انت قلتي. اتفضلي. ودخلنا احمد لما طلع ولقيته بيقول لي بص، هو في معلومات غريبة شوية. قلت له ايه؟ قال لي الساعي بتاع البنك قال ان هو يعرف حاجات عن موضوع الكاميرا. قلت له هاتولي. اسمه ايه؟ قال لي عوام. دخل كان عنده تقريبا 42 سنة او 43 سنة، راجل شقيان زي كتير مننا، بسيط، واضح ان هو من الشعبيين. ده اللي او حالي منظر لبسه لما قعد. قلت له بص يا معوض، لو انت في حد ضاغط عليك عشان تيجي تقول لي اي حاجة ما تخافش، قول لي هو مين وانا هقول لك هنعمل ايه. لقيته بيقول لي بصراحة. قلت له اه. قال لي يا بيه انتوا كبار في بعضيكم وانا مش جد قطع اكل عيشي. قلت له معوض ما تقلقش، انت قدامك اختيار من الاتنين، يقطع عيشك يا سجنك، فما تقلقش خالص. لقيته بيبص لي كده بيقول لي حرام عليك يا بيه. ابتسمت كده وقلت له اهدى يا راجل طيب، انا مش عارف ليه انتوا بتبقوا متخيلين اشرار قوي كده. على فكره انا والدي كان راجل بسيط زيك، فمستحيل يعني اعمل فيك كده. ما تخافش انا كنت بهزر. على عايز اقول لك حاجه، انا عرفت ان انت كلامك شهاده زور وبصراحه مش هاخد بيها اصلا، فعايز تأدي اللي عليك وتقول الكلمتين اللي قالوا لك تقولهم لي اتفضل. مش عايز وعايز تمشي وتقول لهم برضو ان انت قلت الكلام اللي المفروض هما كانوا طالبينه منك. تمام وما تخافش محدش هيعرف حاجه. لقيته كده هدي قال لي وانا ممكن اثق فيك يا بيه؟ قلت له لو حابب. قال لي انا كنت عارف ان الكاميرا دي موجوده وهم قالوا لي اقول لك نص الحقيقه. قلت له وايه هي نص الحقيقه؟ قال لي ان ست نعمه هي اللي كانت حطاها. قلت له تمام، وهم عايزين يوصلوا لي الرساله دي ماشي، بس كانت حطاها لمصلحه مين؟ لقيته بص في الارض. قلت له ما انا فهمت ان هو واحد من مديرين البنك. قال لي يا بيه انا خايف على اكل عيش. قلت له بص، ده فساد اداري وانا بحقق في جريمة قتل، يعني كده كده الموضوع مش فارق معايا كتير. قال لي بص يا بيه انا جرفان من نفسي قوي والصراحة عايز اريح ضميري. الاستاذ حسين علام مدير الفرع هو اللي مدام نعمة كانت كل يوم بعد ما الكل يمشي اشوفها بتفك الكاميرا وبتدخل. قلت له تمام، وطبعا بعد ما بتخلص معاه بترجع تحط الكاميرا مكانها تاني. قال لي ايوه يا فندم. قلت له تمام شكرا يا عم اتفضل انت. ودخل احمد تاني. قلت له مش قلت لك انا ان موضوع الكاميرا ده ملوش علاقه اصلا بجريمه القتل؟ مدير البنك بتاعهم عيان في دماغه ونعمه كانت بتستغل الحاله اللي عنده وبتصور له هي بنفسها رجلين العاملات، وده طبعا كان بيديها نفوذ في البنك ومحدش يقدر يجيلها على سكه ولا على طرف. ودلوقتي عرفنا مين اللي كان سنتها في البنك، مدير. قال لي بس احنا لحد دلوقتي ما عرفناش مين اللي قتل. قلت له واحنا لسه ما خلصناش تحقيقات. قلت لك القضيه دي بالذات محتاجه تديها وقتها، كل حاجه هتتفتح قدامك وهتشوف.